تحول الحلم إلى كاوس. نحن نريد أن نري العالم أننا نستطيع أن نقوم بتنمية جامعة على مستوى عالمي في العلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، بصحبة رئيسها الدكتور توني تشان ونائب الرئيس للشؤون الحكومية سليمان الثنية. الجامعة بعد ما جاء الرئيس توني أقر استراتيجية أخرى للانفتاح أكثر وأكثر. هل أنت راضي عن الجامعة منذ بدايتها حتى هذه اللحظة؟ أي مشروع ما له عذر أنه ما ينجح. نحن واجهت المملكة العربية السعودية في العلوم والتقنية ونعمل مع أفضل العقول منذ الثانوية. بالمختصر الجمعة الواحدة بتوقيت السعودية على MBC 1.